اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. بتاسف لكم يا جماعه ان انا ما عملتش امبارح فيديوهات خالص، بس كنت فاصل خالص، نمت طول اليوم، والنهارده برضو كنت فاصل بس يعني رحت نمت شويه اول ما رجعت من الشغل، ويعني لسه صاحي فقلت اعمل لكم فيديوهات. طبعا مش لاحق ان انا منتج فيديوهات جيمنج خالص، ولا لحق العب فورتنايت ولا لحق اعمل اي حاجه، فقلت اطلع اتكلم معاكم. طبعا يا جماعه انا متضايق بصراحه ان انا بقالي كتير قوي معلق على 49000 مشترك، مش عارف اروح لل 50000، مش عارف في ايه بجد. 49000 معلقه بقى لها فتره كبيره، مش عايزه تنقل على ال 50000، فدي حاجه بصراحه مستفز قوي، مضايقاني جدا. يعني انا حاسس يا جماعه ان انا غلطان ان انا بطلت الشكر اللي كنت بعمله كل 1000 مشترك، لان حاسس ان كان بيجي عن طريق مشتركين كتير. يعني الشكر ده كان بيحفز الناس انها تشترك في القناه، انا حاسس كده. عشان كده يا جماعه انا جاي النهارده في الفيديو ده مخصوص عشان اعمل الشكر بتاع 49000 مشترك. مش عارف اقول ايه يعني. انا مش عارف هل انا مثلا لما وصلت 49000 مشترك ال 49 زعلانه اني ما شكرتهاش فمزمزقه، مش عايزه ال 50 تيجي. خلاص متشكرين يا 49، متشكرين، امشي بقى، عايز ال 50 بقى. بصراحة يا جماعة بجد أنا متضايق من ساعة بداية الدراسة، القناة اتدهورت بشكل كبير، فده حاجة مضايقاني جدا جدا جدا. وحتى بصراحة يعني عشان أقول لكم بصراحة، يعني كمان مش جاي لي نفسي أعمل فيديوهات جيمنج في الفترة دي بصراحة. هو أنا هعمل إن شاء الله كل حاجة، بس مش عارف يعني. النهاردة كنت جاي حتى من الشغل عايز أمنتج فيديو جيمنج، جالي إحباط كده، حسيت إن أنا ماليش مزاج إن أمنتج فيديوهات جيمنج. أصل فيديوهات جاتا في الوقت بتجيب 1000 مشاهدة، فيديوهات فورتنايت بتجيب مشاهدات حلوه، بس برضو بالمقارنه بقبل كده المشاهدات اقل بكتير. يعني فورتنايت يمكن لما كنت بنشرها قبل كده كان مثلا الفيديو ممكن يجيب ال 20000 مشاهده، خلال كذا يوم كان بيوصل لل 20000 15000 حتى، انما الفيديو دلوقتي ممكن يقعد كذا يوم عشان يوصل مثلا 10000، فبرضو مهما كان اقل برضو من قبل كده. بس الفكره ان انا فورتنايت مش لاقي وقت ان انا العبها، من ساعه ما قلت لكم على الموضوع ده وكده ان عايز العبها كتير والكلام ده، مش لاقي وقت ان انا العبها، باجي بالشغل فاصل. مش هحاول قد ما اقدر العبها كتير الفتره الجايه، بس بجد لا يعني الفتره دي متضايق خالص، يعني عايز اقلل خالص محتوى الجيمنج الفتره دي بصراحه. المحتوى ده لو انا استمرت عليه، انا حاسس يعني ان انا لو استمرت على الجيمنج في فتره الدراسه القناه ممكن تقع خالص. يعني على الاقل اخف جيمنج شويه في فتره الدراسه، لان غالبا انا شايف ان محدش بيتفرج على فيديوهات جيمنج كتير. بس كده يا جماعه، ويا رب بقى ال 50000 تيجي بقى، انا تعبت والله. بس كده وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.